السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بناتي طالبات الصف الثامن. بناتي العزيزات، اليوم بإذن الله وبعد أن انتهينا من شرح درس الكشوف الجغرافية الأوروبية سوف نقوم بحل تدريبات الدرس معا إن شاء الله. الطالبات نفتح مع بعض الكتاب المدرسي على صفحة التدريبات صفحة 129 ونبدأ معا في حل السؤال الأول. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية: رقم 1، نمو الشعور القومي من دوافع الكشوف الجغرافية، ألف الاقتصادية، باء السياسية، جيم الدينية، دال العلمية. نشوف الإجابة مع بعض. من الدوافع السياسية. السؤال الثاني، تم اكتشاف رأس الرجاء الصالح على يد كريستوفر كولومبوس، باء ماجلان، جيم هنري الملاح، دال دياز. أنا سامع بنات بتقول الإجابة، برافو دياز. ثالثا، أول دولة أوروبية بدأت بحركة الكشوف الجغرافية: ألف البرتغال، باء أسبانيا، جيم فرنسا، دال إنجلترا. الإجابة البرتغال. نستكمل مع بعض حبيباتي أسئلة التدريبات الدرس. السؤال الثاني، أجب عن الأسئلة الآتية: عرف الكشوف الجغرافي. الكشوف الجغرافية هي الرحلات التي قام بها المكتشفون الأوروبيون خلال القرنين 15 و16، وأدت إلى اكتشاف طرق ومناطق جديدة. 2، عدد الدول الأوروبية التي قامت بحركة الكشوف الجغرافي: البرتغال، إنجلترا، أسبانيا، وفرنسا. معا نقوم بحل السؤال الثالث. اذكر نتائج الكشوف الجغرافية. أولا النتائج السياسية: 1، هجرة الأوروبيين إلى العالم الجديد. 2، القضاء على السكان الأصليين في أمريكا الشمالية وهم الهنود الحمر. ثانيا النتائج الاقتصادية: أولا تدفق الثروات والمعادن إلى أوروبا مما أدى إلى ازدهار تجارتها. 2، التنوع التجاري في أوروبا. السؤال الرابع، فسر ما يلي: أولا بما تفسر رغبة الأوروبيين في البحث عن طريق تجاري للهند لا يمر بالأراضي الإسلامية؟ نشوف مع بعض الإجابة. 1، للتخلص من الضرائب والرسوم التي كانت تدفعها سفنهم التجارية للمسلمين. 2، إضعاف الاقتصاد الإسلامي. 2، فسر: كانت البرتغال أول دولة أوروبية قامت بحركة الكشوف الجغرافي. 1، لوجود السفن المتطورة. 2، اختراع الأدوات الحديثة. السؤال الخامس، ما النتائج المترتبة على اكتشاف رأس الرجاء الصالح؟ النتائج التي ترتبت على اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح: تحول طرق التجارة من البحر المتوسط إلى المحيط الأطلسي. 2، ما النتائج المترتبة على رحلات ماجلان الاستكشافية؟ إثبات كروية الأرض. ما النتائج المترتبة على وصول المستكشفين الإنجليز والفرنسيين إلى أمريكا الشمالية؟ نشوف الإجابة. زيادة التنافس الاستعماري بين الفرنسيين والإنجليز
من أجل السيطرة على العالم الجديد. بنات العزيزات، اليوم بإذن الله وبعد أن انتهينا من شرح درس الكشوف الجغرافية الأوروبية، سوف نقوم بحل تدريبات الدرس معا إن شاء الله. حبيبات الطالبات، بانتهاء حل تدريبات الدرس نكون انتهينا من الدرس الثاني في الوحدة الخامسة، وهو درس الكشوف الجغرافية الأوروبية. شكرا لحسن استماعكم، أرجو من بناتي العزيزات الاهتمام بحل الواجبات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.